السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة طلبات صف السادس الثانوي، أهلا بكم. معكم محمد العدلي، مقدم مادة أحياء بقناة بيولوجيا الإصلاح التعليمية. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض مواضيعنا في البيولوجيا الجزيئية، وهنبدأ إن شاء الله بشرح أوليات النواة وحقيقيات النواة. لازم تكون عارف كويس جدا إن بالنسبة للكائنات الحية اللي عندك في المنهج، فإن العلماء دايما بيقسموها أو بيعملوا لها ترتيب حسب الرقي. يعني ايه حسب الرقي؟ يعني يبداوا دايما يقسموا الكائنات من الكائنات البدائيه ثم الاكثر رقي الى الكائنات الارقى. طب ارقى من حيث ايه؟ من حيث الصفات. لما تسمع كلمه كائن راقي تفهم ان الكائن ده معقد جدا، تركيبه معقد وفيه صفات كتير جدا وعنده امكانيات كتير، ده معناه كائن راقي. اما كائن بدائي معناه كائن بسيط. طب ما تيجي تشوف كده مين اكثر الكائنات بدائيه. اكثر حاجه بدائيه هي الفيروس، ده رقم واحد. اللي اعلى منها سنه حاجه اسمها بكتيريا، ده رقم اتنين. اللي اعلى منهم حاجه اسمها بروتوزوا، بروتوزوا اللي هي اوليات حيوانيه. اللي اعلى بقى من الاوليات الحيوانيه الفطريات، واللي اعلى بقى من الفطريات النباتات، واحسن حاجه فيهم الحيوانات. لو جينا نشوف كده الفيروسات، فاحنا خدنا عليها قبل كده مثالين. فيروسات عندها المحتوى الجيني ار ان ايه، وفيروسات عندها المحتوى الجيني من دي ان ايه. بالنسبة للفيروسات اللي عندها محتوى جيني من ار ان ايه، فهم تلات امثلة عندك. واحد اسمه الايدز، واحد اسمه الانفلونزا، واحد اسمه شلل الاطفال. اما بقية فيروسات المنهج زي واحد اسمه الفاكس، زي فيروس سي، زي اي فيروس بيكون عنده دي ان ايه. خلي بالك ان معظم الفيروسات عندها دي ان ايه، والثلاثة دول ما هما الا استثناء، ما عدا الايدز والانفلونزا وشلل الاطفال، دول مش بيكون عندهم دي ان ايه، بيكون عندهم ار ان ايه. اما الاحسن شويه بقى من الفيروسات هي البكتيريا. خلي بالك ان البكتيريا بتكون دايما كائنات وحيدة الخلية، وحيدة الخلية يعني جسمها كله عبارة عن خلية واحدة، ممكن يكون شكلها عصبي، ممكن يكون شكلها كروي، ممكن يكون شكلها حلزوني، المهم ان كل خلية لوحدها، والكلام ده ما بيتشافش غير بالمايكروسكوب. البكتيريا دي احسن سنة من الفيروس، وكل البكتيريا بيكون عندها مادة وراثية من دي ان ايه، ومفيش بكتيريا بيكون عندها ار ان ايه. اما بالنسبة للاوليات الحيوانية فدي بقى بيقولوا عليها هي واللي بعديها، يعني خلي بالك كده ان البكتيريا دي كائنات وحيدة الخلية، بيقول عليها اوليات نواة. هنعرف ليه كمان شوية بيقول عليها اوليات نواة. الاوليات الحيوانية والفطريات والنباتات والحيوانات وكل الكائنات ما عدا الفيروس والبكتيريا بيتقال عليهم حقيقيات النواة. طب زي مين كده الاوليات الحيوانية؟ زي واحد اسمه الاميبا، واحد اسمه البراميسيوم، واحد اسمه بلازموديوم مالاريا. بس بلازموديوم مالاريا ده بيكون ليه كذا شكل، ساعات سبوروزويتات، ساعات ميروزويتات. اللي احسن منهم بقى الفطريات. وخلي بالك من حاجة، من الفطريات دي في منها فطريات وحيدة الخلية زي الخميرة، وفي فطريات عديدة الخلايا زي فطر عفن الخبز، زي فطر اسمه فطر المشروم. الأوليات الحيوانية بيكون مادتها الوراثية من دي ان ايه، الفطريات مادتها الوراثية من دي ان ايه، النباتات والحيوانات مادتهم الوراثية من دي ان ايه، وطبعا أحسن حيوان اللي هو الإنسان. واضح ان كل الكائنات الحيه بيكون مادتها الوراثيه من دي ان ايه، حتى الفيروسات مادتها الوراثيه من دي ان ايه،
ما عدا بقى اكسبت ثلاث فيروسات اللي هم الايدز والانفلونزا وشاي الاطفال. هما بقى النهارده عايزين يركزوا معاك في الكلمتين دول، كلمه ان البكتيريا بيتقال عليها كائنات اوليات النواه، وبقيه الكائنات كلها اللي اعلى من البكتيريا بيتقال عليها كائنات حقيقيات النواه. هما عايزين يعرفوا ايه هي البكتيريا اوليات النواه، خليه عامله ازاي، وازاي عامله حقيقيات النواه. تعال نشوف كده. اول حاجه نبدا بمعنى اوليات النواه. خلي بالك ان مفيش كائن بيتقال عليه اوليات النواه غير البكتيريا. البكتيريا بس هي اللي اوليات نواه. الفيروس ده بره القصه خالص، ما تحسبوش معانا دلوقتي. اللي اعلى من البكتيريا كله كائنات حقيقيه نواه. تعال نشوف كده البكتيريا عامله ازاي. اوليات النواه هي البكتيريا. في مشكله عندك ان هو من زمان دايما في السنوات الدراسيه المختلفه كان بيقول لك ان في حاجه اسمها خليه نباتيه وحاجه اسمها خليه حيوانيه. طب ايه الجديد؟ الجديد بقى البكتيريا دي يا ترى نبات ولا حيوان؟ ولا هي كده ولا هي كده. النبات والحيوان دول كائنات حقيقيات النواه، البكتيريا نوع مختلف. يعني خليه بتاعت البكتيريا ولا هي خليه نباتيه ولا هي خليه حيوانيه. الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه بيتقال عليهم خلايا حقيقيه نواه. اما البكتيريا نوع ثالث مختلف اسمه خلايا اوليه نواه. ناخد مثال. في عندنا مثال على اوليات النواه، بكتيريا اسمها شريشيا كولاي. بكتيريا اسمها شريشيا كولاي، تختصر كولاي. وخلي بالك ان كولاي دي في منها عده سلالات، عشان هنحتاج الكلام ده قدام ان شاء الله. بكتيريا كولاي، خلي بالك ان البكتيريا دايما كائنات وحده خليه، يعني جسمها كله عباره عن خليه واحده، فانت عمرك ما هتشوفها بعينيك، رغم ان هي موجوده حوالينا في الهواء وفي الميه وعلى اجسامنا، بس مش بتتشاف بالعين عشان هي حجمها صغير بالنسبه لعينينا، فبنستخدم معاها ميكروسكوب. لو انت استخدمت ميكروسكوب ضوئي، ده كده ميكروسكوب بيكبر من 1000 ل 1000 ونص مره، لو بتاع المدرسه العادي ده، الميكروسكوب ده بيوريك البكتيريا كده. اما بقى لو استخدمت ميكروسكوب الكتروني هتظهر لك بكتيريا إشريشيا كولاي كده. ادي منظر البكتيريا، شكلها عصبي. بص، خليه السائل بتاعها ده اسمه سيتوبلازم، وبيكون فيه رايبوسومات. يبقى دي كده خلية بكتيريا، ده كده سيتوبلازم، ودي كده رايبوسومات. فين بقى المادة الوراثية أو الدي إن إيه؟ أنت متعود في الخلايا العادية، يعني في الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية بتلاقي كورة كده اللي هي النواة. هل أنا دلوقتي حطيت نواة هنا؟ ما حطيتش نواة. ليه؟ البكتيريا ما فيهاش نواة. أدي الدي إن إيه اللي فيها أهو، شكله عامل كده. ادي اللي بالاحمر ده، اللي باللون الاحمر ده الدي ان ايه بتاع البكتيريا. بس عدتك شايف شكلين الدي ان ايه؟ شايف الشكل ده وشايف الشكل ده. يبقى البكتيريا عندها انواع من الدي ان ايه، في الشكل الكبير ده وفي جزيئات دي ان ايه صغيره ومدوره. الشكل الكبير ده اسمه دي ان ايه الرئيسي او الاساسي بتاع البكتيريا. اما الجزيئات الصغيره المدوره المرميه في الخليه دي اسمها بلازميدات، بلازميدز، او اسمها بلازميدات. طيب بالنسبه للخليه دي شكلها مطول عصبي كده، بيقيس الطول بتاعها، يا ترى هيطلع قد ايه؟ بيطلع حوالي 2 مايكرون. طبعا انت عارف ان المايكرون ده
10 اسالب 6 من الميتر. يعني لو جبت ميتر قسمته مليون حته خدت حته واحده دي مايكرو، حتتين دي 2 مايكرو، ادي كده طول الخلايا البكتيريه. دي ان ايه الرئيسي ده مره خدوه فردوه كده اهو وقاسوا الطول بتاعه. الدي ان ايه ده هو اصلا بص مرموم ازاي، بفترض ان انا خرجته كده وفردته يطلع طوله من هنا لهنا حوالي 1.4 ملي متر. غريب جدا ان انت عندك خليه قد كده 2 مايكرون جواها دي ان ايه، ان امكن فرده يدي طول 1.4 ملي متر، وانت عارف ان الملي متر ده بيكون 10 اسالب 3. يعني مين اكبر الخليه ذات نفسها ولا الدي ان ايه بتاع الخليه؟ طبعا الدي ان ايه بتاع الخليه. يبقى هنا في سؤال بيطرح نفسه، ازاي الدي ان ايه اللي هو قد البكتيريا مرات كتير جدا الدي ان ايه ده بيخش جوه البكتيريا اللي هي اصغر منه حجمها بالمايكرون رغم ان هو اطول منها حجمها بالملي متر؟ تعال نشوف كده.